أخرى من المباريات الهامة للدوري الإنجليزي في الجولة 27. الجولة طبعا يعني كان الأسبوع اللي فات دبل جيم ويك لبعض الأندية، ولكن الأسبوع 26 شهد تألق عدد من الفرق وبدأت النقاط تقترب تحت وفوق، فأعتقد المنافسة ازدادت واشتعلت. ولكن الدوري الإنجليزي في النسخة 27 كان بدأ أمس اللقاء اللي جمع ساوثهامبتون مع نورويتش سيتي، تفوق فيه ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. النهاردة في مجموعة أيضا من المباريات هتبدأ في تمام الساعة 2:30، ليدز مع توتنهام في تمام الخامسة، مانشستر يونايتد مع واتفورد، وكريستال بالاس مع بيرنلي، وبرايتون مع استون فيلا، وبرينتفورد مع نيوكاسل. كل هذه المباريات في تمام الساعه 5، في حين لقاء وحيد في تمام الساعه 7:30 ايفرتون مع مانشستر سيتي. هنشوف هل لامبرد يستطيع ايضا ان هو يعرقل حسابات يعني طبعا فريق مانشستر سيتي او بلوز مانشستر. كل هذه الامور هي اللي عامله اثاره كبيره جدا في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي طبعا مولع، واحنا بنتكلم عن يعني اخر جولاته، فبالتالي هنكون بنشوف على مدار الاسابيع اللي جايه كلها ماتشات نارية، ودايما بيكون في عنصر المفاجأة حاضر في أي مباراة في الدوري الإنجليزي. فإن شاء الله يكون كده المنافسة مستمرة ما بين فريق مان سيتي وليفربول على مين هيكون متصدر. الدنيا دلوقتي بقت مختلفة، وشفنا التعركل اللي حصل من سبيرز لمان سيتي فرق إزاي في الحسبة، وكمان واضح أنه الفورمة بتاعت ليفربول في التوقيت الحالي من حيث التهديف والحالة النفسية والفنية والبدنية اللي عايشها اللاعبين ممكن تكون مخلية المنافسة لسه موجودة على أرض الواقع. والنهاردة هنشوف بقى العودة من الخسارة هتكون عاملة إزاي بالنسبة لمان سيتي في مباراته النهاردة إن شاء الله في إطار منافسات الجولة 27. نستعرض معاكم كمان أبرز مباريات الدوري الإسباني هتكون بتنطلق أبرزها الساعة 7:30، رايو باليكانو في مواجهة ريال مدريد، والساعة 10 مساء أتلتيكو مدريد في مواجهة سيلتا فيجو. استكمالا لمباريات اليوم في الدوري الإيطالي، الساعة 7 مساء إمبولي في مواجهة يوفنتوس، والساعة 10 لربع ساسولو في مواجهة فيورنتينا. نستكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم مشاهدينا. وصلنا للفقرة اللي دايما بيكون فيها تفاعل مع حضراتكم من خلال فقرتنا اللعبة.